تعبان، كيف الحال؟ الحمد لله تمام. من وين الأمر؟ من السعودية. سلام سلام سلام، شو الله الأخبار؟ يسعدك، جبال وكذا يعني. الحمد شنو؟ لله أسلم. الله يسلمك، معك حاتمين أعرف بنفسي؟ تفضل. معك سعود بن خميس الشبيه بفرخ رابح. مين ده؟ فرخ رابح يلقبوني. فرخ رابح؟ اي نعم، يعني زي رابح صقر بس انت رابح فرخ. يعني لا يعني انا شبيه رابح، رابح مين؟ رابح صقر اللي يغني. انت شبيهه بس انت ما تغني. انا شبيه في الصوت مو في الشكل، فهمت علي؟ انت يمكن غلطان في البال. شبيه في الصوت. طب غني لي حاجة الرابح، شو حاب تسمعين؟ ايش اخليه يغني يا بنات؟ أنا واثق إن راح يعجبك صوتي، ثقة عمياء. رابح عصفور يقولوا. الذبين، ترى أنا جاي أثبت جدالي هنا، ماني جاي أطقطق وألعب. هم يقولوا رابح عصفور مو انا. هم يقولون بس لا تقرين أنتي. يلا قولي. اسمع، لا تاخذها بيرسونال. انا اقرا اي كومنت قدامي بالغلط يكون بصوتك. احيانا احيانا اغلط على نفسي من الكومنتات اللي اقراها بصوت عالي. يلا تمام، قولي قولي يا حبيبتي. تبين اغني لك؟ ما ادري كانت خيانه، ما ادري كانت ظروف. غني لي غني لي. في اغنية غنيها هي ترقص بس ما اعرف ايش اسمها. احب اغني الساد الايه؟ ساد. طب غني اللي عندك، هات اي شيء. قالوا الحب عذاب، قلت ليت الحمد لله، عطستي. قول يرحمك الله. وي ايش حياك بقى؟ الله. ثاني مرة عشان ما تقاطعي، لأن أنا غنيت ترى. أنا مشكلتني شنو؟ إذا تغني يسكر عيوني، فلازم أركز عشان الطبقات وكذا، لأن ترى رابح صقر من أصعب الفنانين اللي أنا أغنيهم. عندي فنانين ثانيين أغنيهم، بس رابح صقر يعني صعب بالنسبة لي. فرجاء رجاء 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 لا تخربين أمانة. الله يرحم والديك. لا إذا تبي تخربين، إذا تبي تخربين قولي، ترى والله ما أغني. لا، أنا آسفة آسفة بس عطست، يعني عطست شوية. مدري كانت خيالة، مدري كان نختلف في المشابه ونتفق في المصير. أمريكا تعطف فنان، ما عليها، ما اقطع حديثك بس ينفع تغني لنا؟ أمانة، إيش رأيك؟ رحمه الله يسعدك، والله العظيم إني أنا جيت أغني ترى أدخل عالم ثاني في الصوت، أدخل عالم آخر في لا انت الطبقات و... دخلت هنا كون ثاني مو عالم ثاني. إيه هو كذا يعني أدخل إني شيء ثاني، لأن أنا سبحان الله شبهوني برابع صقر يعني ما شاء الله من صوتي وكذا، لدرجة إن صار ودي أسوي دوتو معه يوم من الأيام. يمديني أوصلك بيه تدري ولا لا؟ والله أقدر أوصلك بيه والله. راح صقر. أمانة سجل الصوت بغني لك وسمعي. أمانة بس أول شيء أبغاك تغني لي كام أغنية. يلا اطلبي اطلبي، والله عيوني لك. تبغى اغني لك؟ لا تسامحني ولكن لا تضيق. لا أبغى أغنية لشيرين، لا شيرين ما احبها. أنا أحبها. لا بغني لك. ما احب انا، ما احب ما احب ما اعرف اغني صوتها. ما احب، إذا غنيته للشيرين حوصلك لرابح. ما اعرف صوت حريم. مو شرط صوت حريم، غنيها بطريقتك إذا أنت تعرف طبقات الصوت. ايه شو سمعتي يا زي؟ هيا
والله ما اعرف، تبنا خلنا اغني لك لا تسامح لك لا تضيق، حلوه وجهها مثل بدر نوره. يلا. بسم الله ركزي، خلي عنك. طب بس ثواني أفك هذه، لأن الغرة مكلبش قدام مو راضي ينفك. لا تسامحني ولك لا تضيق، ما بيك الضيق يا بسمة شفاتي، افترقنا وانعدم فيني الشيك، واختنق واقوم والملم شتاتي، كل ضحكة يم غيرك ما تليك، يا غيابك كيف وداني المماتي، افترقنا وانعدم فيني الشيك، والبقى لله في باقي حياتي. الله كذاب انت، فنان، لا فنان. انت بال شفر موسيقى قسم بيت الله، حالات من طردك وعلمك كيف تسمعين صوتي ثاني مرة. بتهددني؟ يبقى هدد دزي انت رب. ايش بك انت خلالك قافلة؟ انت ما قاعدة تسمعين بكبر جبل، شيلي الكاب بنشوف شعرك. يا عيب يا بابا عيب، أنا لا ألبس عيب شوف شعري يعني كذا مغطي غطية. والله سبحان الله براطم الله. تتكلم على براطمي وانت سامع صوتك؟ تكفى، كيف لك وجه؟ كيف لك هذا وانت بس انا جبت سيرة صوتك، لا تخليني اجيب سيرة وجه، ارجوك ارجوك. طب انا والله جيت بمدح، انت جنيت على نفسك، ما حد يقول براطم، شفايفك، مبسمك، يا بتاع الاغاني، يا فنان. الزيت زي مهجن امريكية انتي. عادي الوالدة امريكية. فين الصوت؟ فين صوتك؟ ما أسمع. ألو، والله أنا ما أفهم يعني. أمريكية أمريكية، أو وأكبر دليل إنك ما أنت واثقة من نفسك حاطة الجواز بجنبك. لا عشان أشبهك، لا يجري لا جرد. وجوال جواز مخرم قديم هذا، ومو جوازك. المشكلة يعني لو وريتك اللي جوا حكون أنا المحاسبة عليه، ما أقدر أوريك. ها هذا الكذب، ها شفتوا تراها مي سعودية أمريكية. كيف غلطت طلعي الأشياء؟ طلعي، مو انت دي شغاله صدقي علينا، ايش دخل أول شيء اسمه معامي، مو شغالة. شغالة؟ اختلاف ثقافات ما تعرفين انت لا هذا اسمه ذوق عام، شو ما حد تسمونها يقول انتم، شو تسمونها الخادمة، العاملة، الدادة. عادي. انا يقول لي شغال شغاله، انا الصراحه اشوف كلمه شغاله افضل من خادمه. خادمه تخدمك انت، خادمة خادمة خدم، لا شغالة انها تشتغل بعزة نفسها. ايش بها الخادمة؟ ايش بها؟ مو في النهاية بتخدم عفنك، بتخدمك انت عشان انت تعيش مرتاح، صح؟ انت عندك خادمة، انا قلتك عندك خادمة. عندي عاملتين، ها عاملتين يعني تخدم عفنك. وينو خلاص وينو؟ رتبا رتبا اشتغلا. اسمح اشتغلي ورتبي. ايش رتبن اشتغلن؟ تذكرت المقطع حق الجدة ذاك اللي يقوله. انت من جدة؟ ايوه والله خوفي من لوس انجلوس. لا اقسم بالله، يعني ايوه والله حلوه لا سيئة. اسمعي نلعب جولة؟ ما راح أفوز.
من احكام ما حفوز. تخيل، جيت بقول ما شاء الله برات مس حلوه وكذا، وجت قلبت علي ما صوتي، حد مو ما... اصلا مو اصلا مو انت اللي تقيمين صوتي، والله مو انا اللي قيمت، المتابعين اللي قيموا قالوا كيف انت مستحمل مو صوتك. انا سعود بن خميس، انا لو ادخل ساحه الفن اعلمك انا مين، اختارك الساحه لهلها. انصحك راجع كلامك واكتبي سعود بن خميس حتى تعرفين انا من اللي قدامك. سعود بن خميس عظمه الفن. honestly ما ابغى اعرف يعني صراحة. لا 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 الضايقون تعرف الضايقون، لا لا خلوه يجني من حياته ثمرا، لا 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 الضايقون تعرف الضايقون، لا لا خلوه يجني من حياته ثمرا. فين الصوت ده من أول؟ فين الصوت ده من أول؟ تاكلين هوا وتسكتين ما طلبت رايك. لا أنا بقول لك إنه فين صوتك الحلو ما شاء الله تبارك الله ده من أول؟ بتغني لي كأنه في زمارة عواقب في قلبي. الشعر بخوف مدري، كنت احس بامان، يكفيني جيت يمك طال فيني حنين، مدري كانت خيانة، شفتي هذه؟ مدري كانت الظروف، ما تبارك الله صوتك حلو، ليش تعمل؟ يختلف الأسامي ونتفق في المصير، قالوا الحب يعمى قلت ليت يشوف اللي بس ما ظلمني ظلم يا هو كبير. ما شاء الله تبارك الله صوتك مرة يجنن. ما طلعت رأيك. أنا مرة رأيي ما ينطيب يا حبيبي، رأيي ينفرد. ايه ما تفرضين رأيك يا توي أمريكية، مخرم ذا حق جدتك يمكن. طب ويعني جولة للتاريخ، الطاولة يعني مستحيل. جولة للتاريخ، جولة للتاريخ. ما حفوز بقول لك، تلعبين ولا لا؟ ما حفوز. يعني انت مثلا بالذي تفوزين؟ ايش في ناس بيقولوا غرفة سحرية، ايش يعني؟ دخلك انا مو لازم ادخل، انا اقول وي وي طلع العرق. وي وي لا ايش يعني؟ ايش يعني الغرفة السحرية؟ ذا مكان في صدى، في مكان رائع نزيه. حمام قصدك؟ ألفاظك ذوق العام، احترمي احترمي محل الناس. في الغرفة؟ محل ألفاظك ألفاظك في ألفاظك محل غير ألفاظك، الحمام؟ في 10,000 عندي في البيت يتابعونك، وتجيبين طاري أماكن غير مخصصة في المكان هذا، وما تتكلم قدام الملأ. احترمي نفسك يا أخت أمريكانو. مصر اني امريكية يا جماعة. لا مو مصر، بس أنا ألقبك ألقبك يعني لقب. طب صاحب، يا بتاعت المعلومات، يا بتاعت القصص، يا حقت تفضل القصص، يا ارحمني. ايش اللي امريكي؟ تفضل تفضل، كيف اقدر اخدمك؟ اسمها دورة مياه مو اسمها حمام، الله يشفي. اسمها دورة مياه، تولت تولد في الامريكانو هناك، تولد اسمها دورة مياه باللغة العربية. ريستروم. ايش البراطم؟ قبل شوي قال كان يبغى يمدحها، قبل شوي خلاص غيرت رأيي. انت يبي لك كاسة من يدين الزميلي تقلب براطمك زرق ها من فخامة الشاهي، شاهي بنكهة توت نعناع. ما في شيء هناك جوز النعناع. تبين انت؟ ايش يعني يا جماعة؟ اشرحوا لي، احس انه بيسبني وانا ما اعرف. ها يا عم اللعب،
تحيبكو يبغوا تواليت توديهم تواليت وغني هناك تواليت شنو يعني؟ يعني ريست روم يعني الحمام الفاضك يا بنت الحلال الفاضك. الكومنتس يبغوا الغرفة السحرية اللي هو الريست روم. مين قال لك ريست روم؟ فين في البيت مكان في له صدى غير غرفة فاضية أو تواليت؟ غرفة فاضية، اكلي هوا، غرفة فاضية اسمها. يلا ودينا، تحداك تحداك تثبت إنه مو تواليت. زين ضيفيني أوكي فترين مرة. كم عمرك انتي؟ ما أقول عمري في الجامعة. تدرسين في الجامعة؟ خلاص قطعتي وجهك، والله قطعتي وجهك. يحكني يحكني من الميك اب فجأة بس أمسح زيادة. ليش تحطي ميك اب سؤال؟ كنت في عزومة يعني امريكان وما خبر ما يحطون يعني بوجههم نشا، ما ادري نمش ما يسمونها، مستانسين. يلا يلا ريست روم طيب خلنا ناخذ صورة بالله، لاني صراحة